من بيخضع أحمد الشيخ لاعب وسط الإسماعيلي لعملية غضروف الركبة خلال الأيام اللي جاية بعد ما أثبتت الإشاعة اللي أجراها اللاعب في ألمانيا حاجته لإجراء العملية عشان يقدر إن هو يرجع للتدريبات في الفترة اللي جاية. بيجهز أحمد الشيخ والإسماعيلي لإجراء العملية، وللمقرر إن هو هيغيب اللاعب على إثرها من 3 إلى 4 شهور عن فريق الإسماعيلي عشان ينتهي موسم اللاعب مع فريقه. ألف سلامة على اللاعب، أكيد بنتمنى له إن شاء الله إن هو يرجع أفضل من الأول وسريعا بإذن الله.